ليست قيادة دولة في حالة حرب وحشد الرأي العام لصفها بأسهل المهمات، فما بالك والقائد ممثل كوميدي بارع سيجد نفسه بعد دور في مسلسل ساخر رئيسا حقيقيا لدولة. اعتبر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يتمتع ببعض الذكاء الدبلوماسي، لكن زيلينسكي السياسي المبتدئ وفق التقرير يخاطر بخسارة دعم أهم الحلفاء، فحين اعتلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام وجه انتقادات مبطنة لبولندا، أهم دولة أوروبية تلقت منها أوكرانيا السلاح في حربها ضد روسيا. اعتبر زيلينسكي حينها أن هناك أصدقاء يجسدون التضامن في المسرح السياسي، لكنهم في الواقع يساعدون وفقه في تمهيد الطريق لموسكو. فرأت وارسو في تصريحات زيلينسكي إهانة للبولنديين، وأخذ التوتر بين البلدين أبعادا أكبر. وحتى قبل الأزمة الأخيرة بين البلدين، أعربت وارسو صراحة عن امتعاضها مما تراه عدم تقدير من كييف لحجم الدعم البولندي العسكري السخي. والاتهامات لأوكرانيا بالجحود ليست من بولندا فحسب، بل طالب وزير الدفاع البريطاني بن والاس قبل فترة كييف بإبداء المزيد من الامتنان لحلفائها الذين يمدونها بسخاء بالذخيرة من مخزوناتهم الخاصة، واعتبر أن بلاده ليست متجر أمازون لإمدادات السلاح. أثار زيلينسكي غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاره أيضاً خلال قمة حلف الناتو في ليتوانيا في يوليو الماضي، عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأنه أمر سخيف. كاد الأمر أن يدفع الإدارة الأمريكية إلى منع أي ذكر لترشيح كييف من بيان القمة.